أعزائي طلبة وطالبات المستوى الأول، برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية، نستكمل سويا مادة العلوم السلوكية ونتناول بالشرح الفصل السابع بعنوان ضغوط العمل. أولا، مفهوم ضغوط العمل. توجد عدة تعاريف لمفهوم ضغوط العمل، يمكن توضيح بعضا منها على النحو التالي: هي ردود الفعل الجسمية أو النفسية أو السلوكية التي تتولد لدى الموظف نتيجة لتفاعله مع مجموعة من المواقف التي تفرضها البيئة المحيطة به وينتج عنها مجموعة من الآثار. إن ضغوط العمل ظاهرة منتشرة داخل مواقع العمل ولا يمكن التغاضي عنها، ولها صورا عديدة منها: التغيير في أسلوب العمل أو طريقته أو مواعيده، الطلبات العاجلة للجماهير أو العملاء الذين يتعاملون مع المنظمة، الموارد والإمكانيات المحدودة للمنظمة، الأعمال المؤجلة والتي يجب تنفيذها في وقت قصير، قيام أحد الرؤساء بإلزام مرؤوسيه بتنفيذ بعض الأعمال التي تفوق قدرتهم أو في فترة زمنية محدودة، تعرض أحد الموظفين للفصل. هناك ثلاثة عناصر لضغوط العمل، هي: 1- المثيرات، وهي مجموعة من المواقف أو المتغيرات التي تفرضها البيئة الداخلية أو الخارجية المحيطة بالفرد. 2- الاستجابة، وهي تمثل ردود الفعل الجسمية مثل سرعة نبضات القلب وارتفاع ضغط الدم، وردود الفعل النفسية مثل التوتر والقلق والخوف. 3- التفاعل، الذي يحدث بين المثيرات والمواقف التي تفرضها البيئة وبين ردود الأفعال الجسمية والنفسية والسلوكية. 2- علاقة ضغوط العمل بمستويات الأداء. عند المستوى المنخفض من الضغوط يميل مستوى أداء الأفراد إلى الانخفاض، وذلك نتيجة حالة التبلد الموجود عليها هؤلاء الأفراد، ومن ثم تصيبهم حالة من الإحباط وعدم الحماس مما يفقدهم الدافع إلى التغيير. بينما عند المستوى المرتفع من الضغوط ينخفض أيضا مستوى أداء الأفراد لعملهم، وذلك نتيجة ازدياد الأمراض الجسمية والنفسية التي تصيبهم مثل الإجهاد والتوتر وعدم الرضا وارتفاع ضغط الدم وغيرها. أما عند المستوى المعتدل من الضغوط يرتفع مستوى أداء الأفراد، وذلك نتيجة حالة النشاط الموجودة لديهم، وهو ما يمكن التعبير عنه من خلال الشكل التالي: ثالثا، أسباب ضغوط العمل. 1- متطلبات المهام. توجد بعض الوظائف التي تسبب بطبيعتها ضغوطا على شاغليها أكثر من غيرها، مثل وظيفة الأطباء ورجال الإطفاء والطيارين والسائقين، لأنها تتطلب اتخاذ قرارات سريعة ذات آثار كبيرة في ظل معلومات غير متكاملة في بعض الأحيان، وهي ترتبط بأرواح وحياة الأفراد، لذلك فهي تمثل مصدرا غنيا للضغوط. وكذلك مهن المديرين،
حيث تتضمن ضغوطا تعادل ضعف الضغوط التي تتعرض لها بعض المهن الأخرى. 2- الظروف المادية للعمل. إن أماكن العمل التي تعاني من سوء الإضاءة أو التهوية أو تباين شديد في درجات الحرارة وعدم ترتيب الآلات داخل عنابر الإنتاج وقلة الخصوصية تزيد من مستوى الضغوط الواقع على العاملين، مما يؤثر بالسلب على أدائهم. 3- زيادة عبء المعلومات. إن تقدم وسائل الاتصال قد أحدث ثورة في المعلومات، مما ساعد على توافر كم كبير منها تحت تصرف الفرد، جعلته عاجزا عن التمييز بين المعلومات الهامة وبين المعلومات غير الهامة، مما يشكل ضغطا عليه يؤثر على مستوى أدائه. 4- متطلبات الدور. هناك جانبان سلبيان للدور يؤثران على أداء المنظمات، هما ألف صراع الدور. يحدث صراع الدور عندما لا يستطيع الفرد أن يوفق بين توقعات الآخرين منه، وهذه التوقعات تكون متباينة فيما بينها. وقد ينشأ صراع الدور أيضا عندما تصطدم المعتقدات والقيم الذاتية للفرد بتوقعات الآخرين. ب- غموض الدور. وهو يمثل عدم معرفة الفرد بالمعلومات الكافية عن دوره في العمل، عدم وضوح المعلومات لا سيما إذا كانت مرتبطة بمصطلحات فنية، عدم وضوح السلوكيات التي تساعد وتمكن الفرد من تنفيذ الدور المتوقع منه، عدم توافر تقارير لتقييم أداء الدور الذي يقوم به الفرد للوقوف على مدى النجاح الذي أحرزه في تحقيق الأهداف المطلوبة منه. 5- تجارب الحياة. ألف أحداث الحياة التي تمثل مصدرا للضغوط. ويمكن توضيح أهم أحداث الحياة التي تمثل مصدرا كبيرا للضغوط من خلال الجدول التالي. ب- الصراع بين العمل والحياة. هناك بعض الوظائف التي تتطلب من شاغليها السفر المتكرر أو تحتاج إلى ساعات عمل كثيرة، مما يسبب تعارضا مع الأنشطة الشخصية للأفراد مثل الخروج مع أفراد الأسرة، مما يؤدي إلى إصابة الفرد ببعض الأمراض النفسية والبدنية ويؤثر على أدائه. المشاحنات اليومية التي تحدث بين الزوجين بسبب سوء الأحوال المالية أو بسبب إعداد الطعام أو بسبب عمل أشياء كثيرة في فترة زمنية محدودة، كل ذلك يمثل الصراع بين العمل والحياة. 6- الأسباب التنظيمية. إذا عجز الفرد عن التوفيق بين قيمه ومعتقداته وبين قيم ومعتقدات المنظمة، فإنه يكون عرضة للضغوط أكثر من غيره. عدم عدالة نظام الأجور والحوافز بالمنظمة يضعف من رغبة الأفراد في العمل، مما يؤثر سلبا على أدائهم الوظيفي. عدم وجود نظام عادل لتقييم الأداء أو الترقية يشعر الفرد بأنه لا يأخذ حقه من التقدير المادي أو الأدبي، فيكون عرضة لضغوط العمل. عدم اشتراك الفرد في اتخاذ القرارات ومناقشة القضايا المتعلقة بعمله يولد لديه شعورا بعدم أهميته. رابعا، مراحل رد الفعل تجاه ضغوط العمل.
هناك ثلاثة مراحل أساسية. المرحلة الأولى تسمى مرحلة الإنذار أو الانتباه، المرحلة الثانية مرحلة المقاومة، المرحلة الثالثة هي مرحلة الإنهاك. نجد أنه في مرحلة الإنذار أو التنبيه للخطر تبدأ بتعرض الفرد لمصادر الضغوط المختلفة، ثم يقوم بإدراكها وتخيل أثرها السلبية. بعد ذلك يستعد الجسم لمواجهة التهديد الذي يربكه عن طريق إفراز هرمونات من الغدد الصماء يترتب عليها: ارتفاع ضغط الدم، زيادة حركة الرئتين لمزيد من الشهيق والزفير، اتساع حدقة العين قليلا وتوقف عضلات الجسم عن حالة الاسترخاء، سرعة ضربات القلب، زيادة نسبة السكر في الدم. 2. مرحلة المقاومة. يبدأ الفرد في هذه المرحلة بالتصدي لمصادر الضغوط التي تعرض لها في المرحلة السابقة، حيث يقاومها بعدة وسائل منها السهر والتفكير والأرق وعدم التركيز أو الهروب من العنصر المثير للضغوط. وغالبا ما يحول الفرد حالة القلق والتوتر والاضطراب التي كان عليها في المرحلة السابقة إلى طاقة تساعده على مواجهة الضغوط والتكيف معها. ثالثا، مرحلة الإنهاك. تنفذ طاقة الفرد في هذه المرحلة نتيجة استمرار مصادر الضغوط وتغلبها على قدرته في التحمل والسيطرة، ويترتب على ذلك آثارا سلبية، منها ما هو جسمي مثل الإجهاد وارتفاع ضغط الدم، ومنها ما هو نفسي مثل التوتر والقلق، مما يؤدي إلى انخفاض في مستوى أدائه للعمل. خامسا، آثار ضغوط العمل. 1. الآثار الإيجابية. تتمثل أهم الآثار الإيجابية لضغوط العمل فيما يلي: التعاون وتكاتف المجهودات والأفكار لحل المشكلات، انتعاش الرغبة في العمل وزيادة الدافعية لدى الأفراد، زيادة الشعور بالانتماء والرضا التنظيمي، انخفاض في معدلات ترك العمل والغياب والتأخير عن العمل، خلق جو من التنافس البناء بين العاملين، زيادة الأنشطة الجماعية وفرق العمل، إيجاد الحلول المبتكرة للمشكلات وجودة الأداء، المشاركة في اتخاذ القرارات والنظرة الموضوعية لقضايا العمل. 2. الآثار السلبية لضغوط العمل، وتتمثل فيما يلي: ألف، الآثار السلبية السلوكية، وتتضمن التدخين نتيجة القلق والتوتر، إدمان الكحول أو تعاطي المخدرات، العنف والعدوان، اضطراب الوزن والشهية، كثرة النزاعات أو الشجار مع الآخرين. ب، الآثار السلبية السيكولوجية، وتتمثل في المشكلات العائلية نتيجة عجز الفرد عن مواجهة ضغوط العمل، عدم القدرة على النوم بشكل منتظم، عدم القدرة على الاستمتاع بوقت الفراغ مع الآخرين أو عدم الاستمتاع بالحياة بصفة عامة، فقدان الرغبة في العمل، وعدم المشاركة في اتخاذ القرارات. جيم، الآثار السلبية الجسمية. إذا كانت الضغوط التي يواجهها الفرد تفوق قدرته على التحمل لأنها ذات مستويات مرتفعة، فإنها تؤثر على الحالة البدنية له وتزيد من احتمالات إصابة الجسم بالكثير من الأمراض مثل الصداع والسرطان وأمراض الرئة والكبد والجلد وأمراض القلب والمخ وغيرها. دل الآثار السلبية التنظيمية.
عدم الدقة في اتخاذ القرارات نتيجة لحالة عدم الاتزان النفسي الذي يوجد عليها الفرد، زيادة معدلات دوران العمل والغياب من منطلق الهروب من الضغوط، زيادة معدلات الشكاوى وحوادث العمل، زيادة التكاليف التي تتحملها المنظمة، انخفاض مستوى الأداء إذا كانت الضغوط التي تواجه الأفراد أكبر أو أقل من المستوى المعتدل. سادسا، استراتيجيات مواجهة الضغوط. هناك مجموعة من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لمواجهة الضغوط. ألف، برامج مساعدة الموظفين. وتهدف هذه البرامج إلى تقديم النصح والمساعدة للعاملين فيما يواجههم من مشكلات مثل المشكلات الصحية والمالية والزوجية. ب، البرامج الصحية واللياقة البدنية، وتتضمن رعاية المنظمات لبرامج الإقلاع عن التدخين، رعاية المنظمات للأحداث والبطولات الرياضية، تقديم وجبات منخفضة الدهون في الكافيتريات للعاملين. جيم، تعديل بيئة العمل، وذلك من خلال إعادة تصميم الوظائف وتعديل نظم التهوية والإضاءة بما يسمح بتدفق الهواء النقي والحد من إصابات العمل، تغيير ألوان الجدران والحوائط الخاصة بالمكاتب وعنابر الإنتاج. دل، المشاركة وبناء الفريق. يجب على المنظمات أن تسعى إلى تنمية روح الفريق وبث ثقافة المشاركة بين العاملين، لأن ذلك يحقق مجموعة من الفوائد. ه، الاختيار والتسكين المناسب واو، الاتصال المفتوح. حيث أن وجود نظام فعال للاتصالات بين المستويات الإدارية المختلفة يمكن الأفراد من مناقشة القضايا المرتبطة ويزيل من حدة الضغوط والتوترات التي يسببها الضعف في الأداء. زين، تغيير الثقافة التنظيمية. يجب على المنظمات أن تتبنى ثقافة تنظيمية جديدة تهدف إلى إدارة التوترات وضغوط العمل بحيث تصبح جزءا هاما من حياة الموظف اليومية. 2، الاستراتيجيات الفردية لإدارة الضغوط. وتتضمن التدريب على ممارسة التمرينات والتأمل والاسترخاء، إدارة بيئة العمل الشخصي، إدارة الوقت، إدارة نمط الحياة. ألف، التدريب على ممارسة التمرينات والتأمل والاسترخاء، وذلك عن طريق قيام الفرد بما يلي: ممارسة الرياضة، النوم أثناء النهار والتغذية المناسبة، التأمل عن طريق تكرار الفرد لكلمة أو عبارة معينة لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 20 دقيقة في اليوم الواحد، التدريب على الاسترخاء. إدارة بيئة العمل الشخصي، يمكن تجنب زيادة أعباء العمل عن طريق تجزئة العمل أو الاستعانة ببعض الزملاء لإنهاء بعض الأعمال أو إنهاء بعض الأعمال في المنزل أو في أوقات أخرى غير أوقات العمل الرسمية إذا كان ذلك ممكنا. جيم، إدارة الوقت، وذلك من خلال تحديد أولويات المهام، عدم السماح للآخرين بالمقاطعة، تفويض السلطة للآخرين. دل، إدارة نمط الحياة. لابد أن يقوم الفرد بعمل توازن بين الحياة الخاصة وبين حياة العمل، بمعنى عدم إعطاء وقته كله للعمل، ولكن لابد أن يخصص جزءا من هذا الوقت للاستمتاع به مع أسرته والأصدقاء والزملاء خارج نطاق العمل.